ومدرسة 30 يوما، مدرسة نتعلموا منها بزاف امور. اللي عنده حاجه سلبيه يقدر يتخلى عليها في رمضان، نترباو يعني نترباو، واللي عنده حاجه ايجابيه حاب يكتسبها يقدر في رمضان يكتسب العاده الايجابيه هذيك لو حاب يكتسبها. جميل. صافي تجي مدرسه نبروفيتيو فيها شهر برك ورايح. كاين بزاف ناس يستغلوا هذا الشهر باش يحبسوا دخان، باش يحبسوا سعاده سيئه، ويكتسبوا فوالا، يشربها مره في النهار فوالا، ويبدا ينقص منها بالعقل، ويزيدها في السحور ينقصها ما يشربهاش في السحور، وباش يكون متوازن ويحافظ على روحه ويحافظ على صحته. اي سي كوم سا فوالا. جوستومون هاو السؤال تاع السيده زهور غربي كنت نسالو لك، فحنا في حياتنا في عائلاتنا في خدمتنا نتلاقاو مع هذا الصيف من الناس اللي يجيب سبب برمضان حتى يطلق زعاف وربما يطلق العنان اللي غضب به. فحنا كاشخاص اللي رانا على علاقه بخاصه السيدات اللي راهم في البيوت تاعهم، وكما كانت معنا ام رفيق تقول لك راني يدخلوا لي قبل الاذان ويعبلوني في المطبخ حتى انا في البيت هكاك، كيفاش نتعاملوا مع هذا السيد؟ حنا يعني الطرف الاخر. جوستومون انتم الطرف الاخر ولا السيدات؟ السيدات وحنا كذلك، لانه انتم لا تعرفوا ثاني رانا على علاقه، انتم لكم ديروا جوستومون. لا لا هو الخطب ماشي غير عند الرجال، ماشي عند الرجال، ما عند النساء صح، بصح لا بلوبار الاغلبيه هما الرجال، باسكو الراجل هو لو برا ولو يشوف هذه السلوكيات، المراه تكمل راهي في دارها راهي مع لا كويزين ثاني عندها امور كثيره، ويحسن عونها ويعطيها الصحه. هذه المراه اللي توقف من الصباح الوغ لا خدامه من الصباح العشيه وهي ولا اللي عندها بيبي اللي كاع اللي عندها الدراري سيختو يحسن عونك فوالا اللي عندهم دراري ساكن. والله المراه الجزائريه انا نقول مجاهده دائما نقول واقفه على كلش، مع الاخر تحط لهم هذيك السفره كما حنا نقولوا، واحد ما يقولها يعطيك الصحه على واش درتي، العكس يقول لها هذا مسوس هذا مش طيب مليح، ماشي كما تاع البارح، ماشي يعني شوفوا واش راح دير هاد المراه اللي واقفه على رجل وحده النهار كامل، باش من بعد مع الاخر ولادها ولا راجلها يقول لها سامطا ولا ماشي مليحه ولا نقولهم غير سكتوا ولا غير سكتوا. ايه غير سكتوا. عبالك كاينين دي فوا كلمه برك طلع لها المعنويات تقول ما تعبتش هذيك لا جورني. وتعرف والله العظيم غير تنسى كل تاع. صوفيا عبالك بلي بالامس الامام تاع المسجد تاعنا اثناء بعد صلاه العشاء كان قال كان قدم درس وقال بلي هذه المراه وهذه الاخت وهذه الزوجه اللي راهي نهار كامل وهي في المطبخ ديالها الاجر اللي عندها خلال هذا العمل اللي تقوم به هو اصله عباده. عباده تؤجر عليه وغزمه. نعم غزمه فوالا اكيد لازم نحسن عنهم مالغرا هي تؤجر عليه. اي خطوه ديرها في الاعمال المنزليه ولا حتى باش تفرح عائلتها تؤجر عليه، ولكن حنا لازم منا هذيك الكلمه الطيبه دائما نقولها، كلمه خفيفه طيبه سهله انت تؤجر عليها بويسك مديتها واثرت البهجه والسرور في قلبها في قلب يماك ولا اختك ولا الزوجه تاعك، وهي فرحتها وخلتها تنسى كاع هذاك التعب. صح صحيح. رائع والله غير رائع. نعم. ان شاء الله تكون تسود كاع في البيوت الجزائريه.